الوطنيه. كل آمن بالله
مع هشام الديني ومحمد نور.
الأستاذ محمود هاشم مدير بيت ثقافة علي مبارك، واللي جانا مخصوص متحدية وده شرف كبير مننا يا فندم. شكرا يا فندم. الله يكرمك يا فندم، شكرا لك عليك. الأستاذ الصحفي الكبير الأستاذ السيد أمين، شكرا لحضورك. وأخواتنا الشاعر الكبير الأستاذ محمود إبراهيم رئيس نادي أدب أبو كبير. الأستاذة الجميلة الأستاذة ليلى عليوة أمينة القرى. الأستاذة هلال أحمدي. الأستاذ شريف سمير المخرج السينمائي. الشاعر الكبير الأستاذ أحمد صديق. وكمل وكمل يبعتوا ناس تانية. لا
ده وده مش نافعين نبعته غيرهم. يعني اقصد ان النادي عشان الناس تبقى عارفه اللي حصل انه اتغلب واحد واحد وما توافقش على اي حد الا وهو في ولاول مره لا زال ما يخص الاستاذه اسماء لكن نقول رواهيه لا معيه احنا اصلا اول مره يتم الاشاره في قرار تاسيس هي كانت مقدمه الشخص ورواهيه الكتابات مكتوب عليها شرح وكتاب مكتوب عليها روايه وكذا فقالينا الروايه هي هاي روايه حقيقيه بمعنى الكلمه روايه بصراحه نعم قول انا اكتشفت بعد كده ان انا روايه روائيه طيب ما هي مقدمة عليها طبعا لو كنا خدت العضوية هي نفسها مش عارفة خدت العضوية مش عارف فكتبنا كده ده يعني واخدة العضوية روائية وليس شعرية كلام بالنص وهي أجمل ما فيها إنها حد مرن وتقبلت ذلك وبتكتب يعني كبان رد على غلاف هذا الكتاب انه هو خواطر وليس شعر دائم يعني ايه يعني فيها من مآخذ كثيره لو هي كانت كتبتها حتى لو شافت كده بدون قلنا كل هذا شعر لكن هي لتيوانا قال انتبهوا هذا ليس شعر هذا خواطر انا بقدم فهنا يعني شارب من عندنا حرج كبير وانا حتى في بدايه الاتفاق معاها كان بشارك لا انا كان بخواطر قلت لها اوكي خلاص يبقى ده خواطر الخواطر يعني تكتب بشكل عام تكتب في الجريده تكتب في الكتاب تكتب في اي مكان تكتب على الفيس تكتب في اي حاجه ده من حقنا دي كلها. لما بدات اقرا في الكتاب لقيت هو مقسمها الى مقاطع مش هنقول قصائد انما مقاطع واخد ارقام 1 2 3 4 مثلا 160 169 مقطوعه تطول وتقصر تطول وتقصر فهي مش رباعيه ومش قصيده وانما هنقول مقاطع مثلا وهي مديها ارقام بدون عناوين يعني رقم بس رقم 66 رقم 67 رقم 68 يعني ارقام وبعدين انا عايز اشرب ميه قبل ما اكمل وانا هقول كلام ناشف كده انت طالع لي كلام بميه عشان ايه؟ ما اعرفش كلام ده انا مش مستني ميه مستني بس مش هتحقق طب حد من الشباب الجميل ده يقوم يعمل مكان الدور ده يسيب لي كاتبه معايا صح كده ولا ايه؟ احنا شباب اطفال يعني اهو اعمل نفس الجميل طيب ف الكتاب ومضات حائره اول ما تبدا ومضات حائره او نجم الحائره او حيره القلب أو كذا على طول ده يوحيك إلى عناوين رؤوس الست. عناوين ارتبطت بالحقبة الرومانسية. فالكتاب هنا على طول من العنوان بيقول نحن أمام كتابة رومانسية. طيب نخش على الكتاب نلاقي إلى أبوي وكذا وهما و هذه المشاعر الجميلة الرومانسية مش بس حبه كده بس الرومانسية حتى النظرة للحياة الرومانسي يحدث
الخيال لدي في القصيدة الثانية مكتئب وهينتحر دلوقتي. يعني كده قصيدة شديدة الطيران في الفضاء المحلقة، وتاني قصيدة الكون كئيب والحاجات، ويبقى بجد متكسر بجد. وكلما أغرق في رومانسيته كلما وجعه القلب. أبو القاسم الشاذلي، أبو القاسم الشاذلي ده مدرسة الرومانسية. قصائده اللي مات وعنده 24 سنة، لما تقارن ديوان الأعمال الكاملة لإبراهيم ناري تلاقي إبراهيم ناري ما عندوش غير أربع خمس قصايد اللي فيهم رومانسية بجد، والباقي في رساء الأباضة وفي رساء مش عارف إيه، وقال لمداعبة صديقه. ده إبراهيم ناري الرومانسي بتاع الأطلال ده، إحنا بنعيط مع قصيدة أغنية الأطلال بتاعت أم كلثوم. لما تدور في ديوان تلاقيه كلام في رساء مش عارف مين أباضة ومش عارف رساء كذا، وقال في صديقي الذي اشترى سيارة بدعمه ليها، وقال في مش عارف ايه، وكانت تطلب صاحبه، وكلام اللي هو كلام يعني ما فيهش الرومانسيه اللي احنا عارفينها عن ناجي يعني. لكن ابو القاسم الشابي ميت بالقلب، بالقلب 24 سنه. اللي كل ليله بنغني الى الشعب يوم اراد الحياه فلا حياه فلا بد ان يسلم، ولا بد لليل ان يعني ينجلي، ولا بد للخيل ان يعني ينكسر. واللي هي برضه قصائد كثيره فيها هذه المساحه من الالم والياس. في معايا فيها مره يجنح بخيال ومره يكتئب، تحس انه هينتحر دلوقتي او هيموت دلوقتي، ومات مش بيهرب، هو بيقول انه قلبي وجعني. وفي وسط مكان التغني بالوطن ان احنا نقول ايها الوطن العظيم الذي انت اعظم حاجه في الدنيا، هو كان بيقول ايها الشعب انت طفل غبي لاعب بالتراب والليل مبصر، انت لا تدرك الحقائق ان طافت حواليك دون مس وجس. في ربيع الحياه بوظت اكوابي واجرعتها بخمره نفسي، ثم قدمتها اليك فكسرت كؤوسي ودست يا شعب كاسي، فنزفت ورودي ودست يا شعب كاسي، ثم نضبت من ازاهير قلبي باقه لم يمسها اي انس، ثم قدمتها اليك فمزقت ورودي ودستها الى نفسي. وبعدين يختم ايها الشعب انت طفل غبي لاعب في التراب والليل مؤسي، انت لا تدرك الحقائق دون ان طافت حواليك دون نفس وجسي. الشعب في وسط مكانه الوطنيه اللي كنت تقول كلام في الوطن انه الاعظم، هو او الشعب العظيم، هو كان بيقول بمنتهى القلب الموجوع على كانت الرومانسيه عندنا، كانت رومانسية عند الحقيقيين من الرومانسيين، تحس انه يعني ولما تبص بقى على الا الماضي او غيره او كذا بتلاقي هذه يا اما رومانسية يا اما حاجة مفرطة في الخيال. هو حتى لما نقول اعطني الناية وغني فرجينا سر الحياة مثلا، سر الوجود مرة سر الحياة مرة، اقرا القصيدة دي هتلاقوا فيها ادراك في الطبيعه. الرومانسيه مش بس مشاعر في الحب وغيره، الرومانسيه هي احساس وفلسفه في التناول، فلسفه فيها قدر كبير من الالم، واحيانا قدر كبير لكن في النهايه الالم جاي من النفس والتفاؤل جاي من قلق، حد قلق متوتر تعرض كده وتعرض كده، وصادق هنا وصادق هنا، وبيتكلم بمشاعره. فلما تلاقي ومطار حائره تعرف ان العنوان على طول هيرمينا الى منطقه رومانسيه. هل تحقق او تحققت الرومانسيه عند اسماء؟ تحقق بعض الرومانسيه عند اسماء. طيب في كثير من القصائد، لا مش كثير، وهي
تتزوجش هي مش واعيه غالبا ان هي مش مصنفه للتصنيف النقدي، يعني هي ما عندهاش الحس الناقد، يعني عندها حس المبدع اللي بيكتب والنقاد يقولوا عليه. لانه لو كان عندها حس الناقد كانت جمعت القصائد الرومانسيه من النص ومن الاخر ومن الاول وحطيتهم في ركن جنب بعض، فتقراهم دي واحده. وده مالا لما تكتب كده الوحدة الثانية أو الجزء الثاني وتيجي عاملة فيه مجموعة أنا بعتبرها خواطر أقرب إلى الفيسبوك، يعني خواطرها على الفيسبوك مباشرة، يعني دي خواطر كتبت عشان تنشر على الفيسبوك بحجم كلام البوست، يعني هو حجم البوست العادي يعني بوست صغير وطبقة وفي المتناول، يعني مش حاجة بعيدة ولا حاجة في لوغاريتم لغوي ولا لوغاريتم شعري ولا حاجة خيال محدد ولا غيره، لا هي كلام يعني على طريقة مثلا، يعني إذا طعنك الناس من الخلف فعلا هناك تسير في المقدمة مثلا، هي مش كاتبة كده بس أنا بتكلم على بتبقى الرسالة كده، فالرسالة دي متناولة يعني. طب فرناند كتبتها بطريقة تانية يا أستاذ محمود، ما أنت هتبقى شايفها يعني هي نفس المعنى المعنى ده. فاقصد إنه هو المعاني دي المعاني المتناولة فيما يشبه كورسات التنمية البشرية الناس بيقولوها دلوقتي وبيقاوموا الناس فيها وغيره وكذا وكذا. طيب الفرق بينها وبين كورسات التنمية البشرية؟ إنه واحد إنه دي فيها تكثيف، الثاني يقول المعنى ويحكي عليه قصه ويعمل كذا، هي في كذا ثلاث جمل طلقه دقه فيها قدر من يا اما الحكمه يا اما الموعظه يا اما النصيحه يا اما كذا يا اما كذا. طيب وهي خواطر نسبيه عشان برضه الناس اللي بتتواطر على المشاعر، هي بتقول على الشعب اللي هو الحكم تقفيز، مين قال ان ده شعب؟ احنا بنقول خواطر نسبيه استخدمت تقنيات العصر الحديث وروح العصر الحديث. ايه روح العصر الحديث؟ انه عاش بقينا مطولات، محدش هيقرا مطولات دلوقتي، محدش هيقرا كلام من ثلاث اربع صفحات ولا قصيده من خمس صفحات. خير من يفعل ذلك عمنا صلى الله عليه وسلم، كده قصائده تحس يعني هي 10 ابيات 8 ابيات 9 ابيات 10 ابيات 15 ابيات. ليه؟ هو عارف انه المتلقي الان الا في المحافل طبعا اللي هو يعني رايح هي محافل متخصصه في الشعر في دار العلوم او غيره، لما بيروح بيقول قصايد طويله يعني انه عارف الناس المتلقين فيها متلقين شعر. انما في الفيس هتكتب لي قصيده 40 بيت والله ما هيقراها لو انت شوقي. شوقي نفسه لما تيجي يقول لي النبي اختاروا ثلاث ابيات، يجي مثلا منتج امي اختاروا له بيتين اثنين وقصه. اما انك تقول لي قصيده الام كلها الحافظ ابراهيم ولا كذا ولا بتاع، لا مش هيبدا. فهي اسماء استفادت من تقنيه العصر الحديث في الفيس وغيره وسائل التواصل، في النهايه خلت لغه كتابتها لغه مكثفه وقليله عدد الكلمات والمعنى يبقى واضح وغيره. لكنها عملت زياده خاصه بها. ايه هي الزياده؟ انها صارت تعمل سابع في اخر الكلام. فعمل السكة وبعدين بقى جيت اتغير حائرة فعلا جوابات حائرة فعلا هم حيران مع هو ليش هي ليه عاملة قافية في الآخر؟ مش سجع لا هي ليه عاملة قافية في الآخر؟ ده الناس مش محتاج قوافي إلا إذا رجعنا لكتابة الخطابات القديمة ساعة ما كنا نقرأ الدوائر العاطفية وإحنا بنقرأ سوا اللي هو حبيباتي مش عارف ايه وانت جنة خضراء والسماء الصفراء والدنيا الحمراء والمدينة الزرقاء والكلام ده كنا بنحط قوافي كده في الدورات العاطفية كنا بننقلها ونبعتها للبنات. فيعني يعني اقصد ايه؟ انه القوافي دي ملهاش يعني ملهاش لازمة في الناس. الناس بيكتبوا الناس بطريقة فيها خيال، يعني استعانوا عن الزخرفه الشكليه الفنانين الورق مسلسل الورق كلكم معايا
الناس بدأت تستعيض عن البلاء الشكلي في القوافي يا أستاذ عثمان لبعد بلاوي أو بعد خيالي أو عمق فلسفي. ما أنت عندك حاجات فلسفية هنا موجودة وما فيهاش قافية على فكرة. لما عملت يعني حاجة عميقة قلت خلاص ما علينا من القافية. إنما ما لهاش لازمة القافية في ظل الاكتئاب. وإنت هتبقى حاجة تحين بعض الناس لأنه ده شعر وبعدين يجي حد يفلسفك على إنه ده شعر فلا يهم الموسيقى الشعر. وموسيقى الشعر لازم تدرسيها ولازم تتعرفيها. وانا شخصيا تحت امرك في اني انا يعني ابعت لك مقاطع صوتيه لابيات من كل بحر وازاي بنقطع البحور وازاي بنكتب الكلام المنغم ولما اشيل كلمه احطها كلمه تكسر الموسيقى انا لما ارجعها تاني الموسيقى اتظبطت. طيب انت عندك هذه الاذن الموسيقيه ايوه انت عندك الاذن الموسيقيه دي ووزنه حاجات ووزنه بعض الحاجات اللي باين انه فيه عايزه تقولي كلام موزون. جمعتنا الكلمه فرسمنا الاحلام جمعتنا الكلمه فرسمنا الاحلام. كلمات عجب موزونة فعل وفعل 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 كانت جمعتنا الكلمة فرسمنا الأحلام فعل وفعل 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 لما تقولي كلمات تشكينا كلمات تشكينا جمعتنا الكلمة فرسمنا الأحلام تعاهدنا ابداء موزونة نقرا على بحر تاني موجود برضه بس بحر تاني وده ينفع تعالى على الخير فعلى طول هو واقف بيترجم ورايا قلت ان انا ماشي بيترجم ورايا استاذ ان انا اتفقنا ان ده مش شعر ايوه لا بس هو في ايه دلوقتي موسيقى شعر في موسيقى شعر موجود انا احب استعجل يعني ودنك فيها استعداد ودنك فيها استعداد بالمناسبة حتى دي مش ليه بس ده انا بس بجيب اللي هو عايز اقول يعني كنموذج يعني لما هو المقطع نفسه كله كده يعني رسمنا لك دلوقتي كلمات تشكينا كلمات نعشقها كلمات نبطلها كلمات نفهمها كلمات نجهلها كلمات تخدعنا كلمات ترفعنا كلمات كسر كلمات تعزنا كسر غيرت النفس بس شفت المقطع ده موزون نغمش فاعلون كلمات تعزنا اهي اتلخبطت فده اللي بتكلم عليه انه انت بتقولي خواطر والخواطر على فكره مش موزونه يعني هي بتقول انا بكتب كلام مش موزون هي بتقول كده من الله لكن احنا بنبقى عندها حاجات ماشي على وزن طيب وجب عليك انك لازم تعرفي الوزن ليه؟ حتى في تلقيك الشعر هتبقى طيب احنا قلنا ان الديوان فيه قسمين وطرافيش حاجات قسم رومانسي لو معيد طباعه الكتاب في جمعي الحاجات اللي لها علاقه بالذات مش لها علاقه بالاخر بمعنى النصائح والكلام المستعار والكلام ده كله يتجمع لوحده والتجارب الذاتيه حتى لو قلت فيها يا من خدعتني يا من كسرت قلبي كل ده ذاتي يتجمع لوحده فيبقى عندي قسم للخواطر النفسيه الذاتيه
اللي هي قد تشي بروح الرومانسية وتبقى فصلتي عن الجانب اللي هو الحكم والمواقف والكلام الفيسبوك والكلام اللي هو يشبه احيانا كلام التنمية البشرية واحيانا بوستات الفيسبوك واحيانا تأملات في الناس والحكم والبشر ومع البشر واللي بيخدع واللي بيكذب واللي يعني ممكن نسخ ممكن نسخ ماشي 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 ممكن يبقى فيه أعمق من ذلك بكثير لأنه إحنا عندنا حاجة يعني الناس اللي كان في مصر من سنة 36 يعني للكاتبات سيدات يعني كاتبين ناس يعني في عمق بياني أكبر من ذلك وبالتالي حتى الناس يحتاج إنهم يطعموا بكتابة جمالية خيالية فلسفية لأنه في النهاية المعاني والأخيلة دي هي الروح بتاعة الشعر. هديك مثال، هو أنت متصورة لو ترجمنا كل شعرنا العربي الموزون للغة أجنبية، الوزن راح معاها في الإنجليزي؟ أول حاجة قضى عليها الإنجليزي الوزن. ولا يتبقى من البيت الشعري إلا الخيال اللي فيه أو الألم اللي فيه أو الصورة اللي فيه. هي دي اللي تترجم للغه الانجليزيه. انما انت هتلاقي في الانجليزي مفاعله خلص. يبقى الوزن اللي انت عمال بتتامل بيه وعامل بقى انك انت الشاعر الكبير ولا له قيمه اذا ما تترجم الكلام ده. اول ما يترجم سقط الوزن ولا له قيمه. بس الشعر الانجليزي فيه وزن. يا عم انا بتكلم على ترجمه الشعر العربي الى مترجم. لو مترجم شاطر يقدر يوزنه. ايه علاقه لا وزنه الغربي ولا وزنك انت؟ على وزن الانجليزي. لا وزن ده جماليات وزنه هو ولا وزنك انت؟ وزنه بس ملوش علاقه بيه. اول حاجه بتفقدها القصيده لما تترجمها وزنك اللي انت يعني بتفرعن بيه. لا يتبقى غير معنى ان الاقي معنى نبيل بقى ولو عن قطه كانت عايزه تشرب وبعدين ما شربتش وماتت مثلا يعني. فانت تقراه وانت في امريكا وهي قصيده شعر عربي قلبك يدق وتتضايق وكذا وبتاع. نعم. او خيال جامح فتقراه المترجم هيجي الناس الخيال باللغه فالخيال هيصل والمعنى النبيل هيصل ولا يسقط الايه؟ الوزن. فبالتالي في الرومانسيه حتى كلام مهم يا اسماء الرومانسية انت تحركي بالوزن في داهية الوزن لكن تكتبي معنى يقراه واحد في امريكا فيتأثر انت خدتي ايه مجالك بقى تحركتي بالقيد اللي هو الوزن فعمقي المعنى وعمقي الخيال. طبعا لما خرجت من مود اللي حصر نفسها في الكتابة الفيسبوكية وكتبت نفسها كتبت نفسها مش مكتب فيس مكتب مشاعر ده تحقق في قصيدتين طلعوا أطول من القصائد والاثنين مالهمش علاقة بال يعني منهم واحدة مثلا مالهمش علاقة بكل الكلام اللي بتعمله قصيدة نشاذ كده لوحدها أو حاجة نشاذ لوحدها كده بتاع فلسطين ودي القصيدة الوحيدة في الديوان اللي بتقول لنا انه هذه السيدة يعني معانا في قضايانا العربية وانه هي تعرف انه في عندنا فلسطين وعندنا مشاكل في عالمنا العربي. طب ما عدا ذلك غرفة مغلقة. غرفة تعيش في غرفة مغلقة على نفسها حتى الحبيب اللي تتكلم عنه احيانا او يطل علينا في بعض المقاطع
لا يجده يعني متجاوبة معه مثلا ما تكلمش عن لقاء حاصل ما تكلم عن حاجة واحد يعني انت عملت زمان وجاي راجل انت انت مش عارف ايه الدنيا باظت كلام له علاقة بماضي ما يعني برضه سجلها غلق على نفسها وتتذكر ذكريات معينة مفيش تفاعل حقيقي مفيش حاجة واقعية بتحصل امال ايه؟ واحدة تعيش على ذكرياتها فهي قافلة على نفسها وعايشة على ذكرياتها. طيب لغاية كده احنا بنتكلم كويس يعني كده كده فين يا راجل؟ نقول بقى وشين في مشين ناخد كده بالقلب في بعض الحاجات لازم نقول يعني طبعا في بعض الاخطاء اللغويه وهنا اشد على اسماء التنبيه اللي هي خريجه لغه عربيه هي خريجه لغه عربيه لا عشان بس الاخطاء اللغويه في مسؤوليه سنة اكمل بس بعدين في المناقشه متاح لكل القطاع انك تحكي لي امال ايه جايبك في ايه؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال عشان تدافع لا انا عايز اسال حضرتك سؤال بس طب اكمل اتفضل يا معلم باشا اللغه مشاكل اللغه اللي موجوده لغايه لما جيت وهي مشاكل ثنائيه سببها الكاتبه ودار النشر والطباعه يعني جبت هنا كان هي معتاد الموضوع بيجي معتاد الموضوع بيجي وانا كبرت الخط على الكمبيوتر عشان برضه النظر بتاعي كده وبتاع فحاجات اللي انا كاتبها هنا مش موجوده الهمزه بتاعتها لقيتها في الطباعه موجوده فبقت المشاكل ثلاثيه ثلاثيه كاتبه والناشر نفسه اللي ما نجحش والناقد نفسه اللي قرا على الكمبيوتر وضع ان في خط معين ممكن يطلع مزاج خط معين يعني ما شفتش جافي او صرف الهمزه او حاجه كده اللي لقيتها هي يعني انا كاتب بعد جالي الهمزه الموجوده في كلمات مش موجوده الهمزه فيها ده غير اللي انا كنت بتكلم عنه سواء تعرف ان في باب في النحو اسمه همزه القطع والوصل يعني فكرة إن احنا نحط الهمزة والإتصال ده كلام مش ارتجاعي ده كلام له قواعد علمية همزة القطع هي همزة قطع ولا همزة وصل فلما نقول أنا لازم تبقى أنا اللي فيها همزة فلما تيجي من غير همزة مستحيل أو غير من الكلام ده طيب في حاجات خاصة بالمطبعة إن كل غير نشر بتجيب مصحح لغوي خاصة النسر ده لا هتهد فيه مبنى ولا وزن ولا حاجه انت هتغير تشكيل ومش هيتبنى مش هيبني على تغيير التشكيل ده اختلاف في الوزن يعني لو قلت مشروع لا مشروعا مثلا لا مشروعا مش هتكسر حاجه يعني صححها يا دار نشر لانه من ضمن ميزانيه طباعه اي كتاب ان هو فيه تصحيح لغوي فيه تصحيح مصحح والدار كلام واضح يا ايام لو هو حتى رئيس الدار موجود هنا ما اعرفش موجود ولا لا بس لو حتى موجود وبقول هذا الكلام يصلوا انه لو هو دار تحترم القارئ وبتحترم الاديب ما ينزلش كتاب ده هو بتراجع لغويا ولو على حساب الكاتب انا جاي مراجع هياخد 300 جنيه ماشي ولا مش ماشي؟ مش ماشي لا مش هتضعف انا عندي مراجع اساسي لازم اراجع او راجعيه على مسؤوليتك وان دعم عشان ما حدش يشيلني زي ما انا مش هيلني دلوقتي كل الاخطاء الوارده في خاصه في موضوع الاعلام في اخطاء هو ان صححها ما صححهاش تشيلها الكاتب يبقى هي مسؤوليه الكاتب انه يقول كلمه بناء على نفسه غلط. يعني يقول كلمه نفس الكلمه نفسها
بناء الكلمة أصبحت دونك تائه، تائه، أصبحت دونك تائها. بدل ما طلعت من دهن وصحح يا ابني. إنما لما تديني كلمة عطشة، عطشة بالتين مربوطة على طول ده خطأ كاتب، ده خطأ كاتب. لما يقيدنا الحنين إليه يقودنا أو يقيدنا به، يعني يقيدنا بهم، يقيدنا بهم أو يقودنا إليه. إنما يقيدنا الحنين إليه ما أعرفش، ولا ثاني اللي هي من الونس، مش كده؟ ولا ثاني لا ولا لا مش مش من الونس. عموما 149 مش حاطه الارقام، لا طبعا هي 49. مقطع 149 يقول: ولديك ايها الصبر قلبي ناداني، لا تتركني فريسة الاوهام والاحزان، كلما تجدد الامل ضاع ونسيان. ونسيان 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 اللي هي ونسيان، مش ونسيان لا ونسيان. أيوة الصحة اللغوية ونسيان ونسيان ونسيان. لم أعد أريد من دنيتي، دنيتي لا هي دنياي، فيش كلمة مرفوطة أصلا فيها. دنيا ألف مش دنيا، لو كانت دنيا كانت دنيتي، إنما هي أصلا أساسها دنيا فدنياي. برضه فين من عيناي، معموله في عيناي، من عيناي او كذا عيناي، وهي اصلا اساسها عيناي. كي يملون ويرحلون، كي يملون ويرحلون، هي كي يملوا، كي يملوا ويرحلوا، كي يملوا ويرحلوا. عالمي المشكول، مش لا يعني هذا الافتقار للشجل المشغول به، أنا هنا بتكلم عن أخطاء كاتبة، أما المطبعة أنهاء اللي هي كانت مظبوطة وكانت مظبوطة هاء والتشكيل مش مظبوط، كل دي اخطاء طباعه. اما اخطاء اللغه تقصد على الكتابيات كان الكاتب ما كانش نقاش، هي الاخطاء اللي فيها نقص في اللغه ومش مقصر في الكتاب اللغوي او قصر بين الكلمه نفسها بين الكلمه. انا مش عايز كلامي يكون نفس كاتب وكل كلام ممكن نضيفه مره، يعني هو كتابه نسبيه لهذا المعنى، وفي حاجه
جدة لما كتبت نفسها كتبت قصيدتين، شمت نفسها وكتبت قصائد طويلة، وبالمناسبة قصيدة طويلة في هم وطن نعرف إن هي منتمية لهذا لمنطقة حتى الجغرافية فيها مشاكل، مش امرأة قافلة على نفسها. لا، هنا بيقول إن هي بنت عادة. أنا أنثى، أنا لا أقول بعض. في قصيدتين. فقالوا فهي في قصيدتين طار فيها النفس الشعر، واحدة واخد ثلاث صفحات وواحدة واخد أربع صفحات، إنما التاني ده مقاطع 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 كلمات ده فارق بين تجربتها. وقع رابعا، وقع الكاتبة في بعض الأخطاء اللغوية لابد أن تنتبه إليها. ما يوصي به الناطق هو ضروري وحتمي أن تتعلم الشاعر عروض وأوزان الشعر، وانا عن نفسي مستعد اعمل ده بمنتهى المواد والمحبه والانسانيه وحبي. اسمع الشعر الصغير يا اشرف. يا جماعة. يا كلام واضح. لا من نورك ولا ليه ولا ليه في الشيء هنا كلها. يبقى الكلام له علاقه، مش ممكن اعمل لها مقاطع صوتيه بالواتس. ايوه اسماء ممكن تعمل على جروب على الواتس. انما لو اتعملت حاجه جماعيه لغايه المراد من رب العالمين، لو اتعملت حاجه جماعيه، لو فلتكن محاضره بنسميها محاضره اونلاين، ساعتها حتى مش هيبقى اكتب لاسماء مقطعين من ثلاث دقائق ثلاث دقائق، لا ساعتها بقى ايه؟ نمسك بحر بحر نتكلم فيه كاملا ونشرحه بشكل واضح وندي 20 مثال وبتاع يبقى كلام. وده ابقى عارف ان المستفيدين مجموعه وهبقى فرحان بده جدا جدا. تاكيدا على كلامكم. كملنا. انا دكتور في ملحن. ايوه تمام. علاقتنا بالشعراء علاقه وثيقه تماما. طبعا لو في اوزان وفي قوافي وعروض وظهور مختلفه في الابيات تفرق في جمله اللحن نفسها. طبعا كمل لك ده. عشان الحن جمله يبقى لازم الجمله متمهتمه مع الجمله اللي بعديها واللي بعديها. طبعا عندك كده. انت عندك نفس الموازين، انت عندك موازير برضه انت ماشي بيها. وانا معاك زياده يا استاذ اشرف تضيع الجمله كلها. وعندنا لو شده تضيع بالظبط، مش جمله، لو شده على الحرف تضيع الوزن منها. فكر بقى على لحن الاستاذ اشرف كلمات ان شاء الله تلحن ان شاء الله. انا بشكر الاستاذ اشرف بليل، وطبعا انا هستفيد ان شاء الله من الملاحظات دي في كتاباتي الجايه. وبقرر ان ده كتاب خواطر وليس شعرا. ده خواطر مع ضيفه جميله جدا، بنوته صغيره موهبه جميله جايه لنا من الزهريه مخصوص. طبعا انا سعيده بيها جدا، وهي من الله احمد ثاني. هنسمع منها شعر. اتفضلي. لمين الشعر الأول؟ لمين؟ قولي للشاعر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي نهى طباء أحمد سامي في الصف الخامس الابتدائي. أحب ألقي عليكم قصيدة عن أكتوبر للشاعر المرحوم السيد شباب. زمان زمان والصبر مولنا، ونحكي نقول على الأرغول يا فارس مصرنا الأسمر، يا فارس إيده بيكبر بأحلى أدام، بيفرش نوره تتوضى بشاير مصرنا الجاية، ويفتح قلبها تلاقي زهور دايما بتتفتح على الأخصار.
قلوبهم ونحكمهم عن اللي شافوا بعيونه وعاش ويا إخوان حاجات أجمل من الحواديت. ينام في الدشمة بيغني، في ساعة الضرب برضو بيغني، بيهجم برضو بيغني، يقول النكتة ويضحك رفاقاته وماشي وصاحي وعيونه معداته وبيسمي وما تخيب رصاصاته، ولو فاته شهيد في الرحلة بيكمل خطواته ويبعت له تحياته في طريق النصر ويرفع فوق علم بلده العزيزة مصر. النهارده يوم التقدير لنادي ادب الطفل معانا. شكرا يا نسمع حاجه كده الاستاذه ممر اخضر صار اتفضلين. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم. انا بشكر الاستاذه نفيسه مديرة البيت، اسف للمقاطعه، على الدعوه الجميله لنا. انا بشكرك جدا بشكرك جدا، ولما يكون مكتبه وبتعمل نادي ادب وبتعمل ثقافه وبتعمل كده من مكتب يا حاجه فوق الوصف. بشكرك ان شاء الله ربنا دايما موفق. شكرا لحضرتك، السلام عليكم. بعد كل نقشة اللي حابب يسأل الأستاذ الدينوش ده بعد ما خلص بعد ما خلص أنا استنى العشاء ما خلص إن شاء والأضواء، ولا أنت إبداع
يضيق على المدى بالله جل الله حيث يشاء. واليوم قد حضر الأحبة بيننا بالحب شئنا بالوفا قد شاء، ومن الجمال بأن يقود لقاءنا حاء وتمسك في يمين الله. ومن الدلال بأن أرى بلقائنا شيرا تهيم بمقلتيه الهاو. تحية طيبة لك أسماء على منح هذه المنحة الجميلة التي يعني أخرجتنا قليلا من مضمون الرواية يعني ابتسامة. كما تفضل الأخ العزيز أستاذ أشرف أن الكتاب به أشياء متعددة، بداية من الإهداء الذي أعتبره نوع من الانتماء والمحبة والوفاء لمن علمني وهو الوالد، والدها قصدت أنها تقول هكذا إلى والدها الأستاذ المهندس سعيد هلال وإلى والدتها السيدة صغيرة سباني، فاعترافا هي كتبة بفضلهما، أنا أقول اعترافا بفضلهما وكتبة إلى عينهما، أقول إلى عينيهما أيضا في الكتاب موجود. اعتزاز وتخليد وتمجيد بالإنسان وبالانتماء، ولا تكتمل الحالة الشعرية والإبداعية إلا بأن أنتمي للمكان الذي علمني حرفا فصرت له عبدا كما يقول. صار 13 كلمة فوق الكلمات ومعنى فوق المعاني، أيضا كلام جميل. العنوان ومضار كما تفضل الأستاذ أشرف أي شعاع من الضوء، حالة تتسلط على حالة معينة فتلهمنا إبداعا جديدا عن تلك الحالة. رؤية حالة تقول في الخاطر وتظل حائرة لا تضع لها اسما ولا عنوانا، ويبقى المعنى في قلب الشاعر. كتب هنا في صفحة 31 لا يقرأ عبارات العين إلا عاشقها، وهي كلمة بليغة جدا، جمعتنا الكلمة ورسمتنا الأحلام. كتب رتب صوت أبلغ من الصدى، أو رب صمت كصوت الصدى، أو رب الصمت أبلغ من الصدى. كتب حاجة في كما تدين الجدان، ودي بتاخد تناص مع الحديث الشريف وتسترشد بالشريعة السامحة. علمني عشقك معنى الحياة، وعلمني غدرك كيف أعيشها، لا تقلق فأنا من صنع أفعالك، فأنا من صنع أفعالك، لا تقلق فأنا من صنع أفعالك. هنا يعني عبارة بليغة جدا جدا، ولو كنت كاتبا قصيدة من الشعر لأبدعت فيها بهذه العبارة حقيقة. أسماء فريد لا تعترف بمبدأ المعاملة بالمثل، لأنها تعترف بمبدأ إلغاء المعاملة نهائيا، وهذه أيضا وجهة نظر ونظرية صحيحة. صوت سعيد تقول لم أكن أعلم أنك أغبى البشر، مش كده؟ ألم تلحظ صورتك في عيني
وبعدين ليه؟ انا من طرم. انت كتبها في عيناي وده خطا ايضا زي ما قال الاستاذ. هي لك في عيناي مرفوعه لابد ان تغرد عشان يعني. فهنا برضه في تصليح في الموضوع يعني اصلاح الخطا. كلمه ايضا الم ترى، ترى بس تهرب مكتوبه برضه ايه؟ لم يراجع الاخ بتاعي. ان سالوك عني قل كانت حلما لم استطع تحقيقها. طيب جميل جدا. لا اجمل من دمعه تسقط فتجد من يمسحها، ولا اسرف من ضحكه تدوي ولا تجد من يسمعها. عبارات مليئة جدا جدا، وكأنها قصيدة مختصرة تريد أن تقول فيها أن الدمع عندما تسقط فيكون الذي يمسحه هو الأقرب بالمحبة وبالحنان وبالوفاء، وأيضا تكون الضحكة جدا لا تصل إلى يعني إلى إلى أعماق القلب ما لم نسمع هذه الضحكة وإسماعها. ليس كل من يكتب الشعر بشعر، فالشعر احساس ومشاعر. وهذه العباره تقودني او تاخذني الى قصيده شهيره لي تسمى اماره الشعر. اقول في احد ابياتها: انا شاعر ومقاتل وفدائي، والشعر صاعقة على أعدائي، ما كل من كتب القصيدة شاعر أو كل من دخل الحروب في ذلك. وهذا حقيقة. فالشعر ليس وزن وقافية ورص كلام، الشعر مبنى ومعنى وصورة وخيال وإبداع، وأن تتأثر وأن تؤثر في السامع. وكما قال الشاعر: إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. أعتقد يعني ما قاله أستاذ بشر كافي، وما قلته أنا ما هو إلا خواطر. نيجي بقى الجميلة وأحلى يعني الحمد لله معايا برضو هتساعدني. الشعر الجميلة اللي بعد الرواية هنسمع رأيها. مساء الخير أول، وطبعا يمكن ناس كتير لنا ما يعرفونيش قوي، مع اني انا اصلا من الشرقية، بس لاني يعني نسبة كبيرة تنتمي لنوادي أدب المنصورة، لأني قعدت هناك فترة طويلة، فيعني معظم حضوري في المنصورة في القاهرة بسبب الاتحاد الكويتي. فطبعاً سعيدة إن أنا في نادي أدب كافي صقر، وسعيدة إن أنا أصحبت يعني أساتذة كبار الشعر الكبير العظيم صديق والأخ والمعلم الأستاذ سارة سليم، الشاعر العظيم والمسرحي ناخد الأستاذ أشرف. يعني أي حد يقول له هنناقش أو نقعد نقرأ على المنصة يعني يتهيأ ويبقى قاعد عامل حساب اللحظة دي أو التوقيت ده. فأنا حاسة إن صورتي الكاتبة أو الكاتبة أسيمة كريم. طبعاً الليلة يعني هي ليلة حب وليلة يعني تهنئة أكثر ما هي ليلة ناخد المناقشة، لأنه مرحلة النقد والمناقشة دايماً بتكون أو المفروض تكون قبل مرحلة الطباعة، يعني قبل الطباعة بتبقى المفروض يعني عرضت المحتوى أو عرض على أصدقاء أسماء الشعراء والأدباء والنقاد والمهتمين واللي هي مهتمة إنها تسمع رأيهم عشان يخرج الكتاب في الشكل اللي هي تفضل راضية عنه، يعني حتى على مدى المراحل المستقبلية القريبة. فأنا ربما ما بحسبش إن هي أكثر من ليلة احتفال بصدقة الشعراء أسماء الفريد أو الكاتبة أو الأزمة والروائي عشان طبعا إن احنا نكون في كنف صديقة وحزينة.
العزيزه الاستاذه نفيسه، فده تحدي زياده من تاثير دينا او لي انا شخصيا، لانه انا السيده دي يعني المس فيها محبه وانسانيه من نوع خاص قدرت بيه ترعى كل الموجودين حواليها، سواء من شعراء يعني واعيين او مطربين او زي ما انا شايفه مواهب كتير متعدده، او اصدقاء وزمايل نادي الادب الموجودين على الساحه. فطبعا شكرا للجميع، بس لهم شكر كتير بعد تهنئتي باسماء على كتابها وعلى صدور كتابها، يبدو الاستاذ اشرف واستاذ ثروت اهملوا الموضوع كله وقالوا المفروض يتقال، وكانت اسماء اصرت انها تعمل لهم فاصل بكلمه خواطر ادبيه، يعني يقولوا زي ما انتم عايزين انا بقدم لكم خواطر بس. فكان مجمل ما قيل نهتم قليلا باللغه والاخراج ما يخص اللغه، يعني ما لناش علاقه بالشعر والاسلوب. فمن هنا اقدر اقول انه من حق اي حد عنده كتابه يكتب، يعني انا اشجع جدا اي حد جاي مهما كان مستوى كتابته اتفضل يكتب، من حقك الوجوه يعني حق انساني يحقق لاي حد وعلى اي مستوى. بس طبعا انه الافضل ان الواحد يتخيل النوع اللي هو يليق بيه ويناسبه ويعرف يعبر عنه بالشكل اللي يليق بيه. فهي اسماء اختارت الكتابه الفصحى وبدون سبب، اختارت انها تعمل قوافي للكتابه اللي اختارتها. ف يعني سقطت منها حته الدهشه اللي كانت ممكن تتهم بيها في بعض ومضاتها دي لو هي تخلت بشكل نهائي عن القافيه اللي الزمت نفسها بيها بدون داعي، او السبع اللي هي الزمت نفسها بيها بدون داعي، فكانت هتبقى الدهشه عنوان لكل المواطنات دي. ويمكن انا قلت لها انه اذا ربما بعض المقاطع دي لو وصفت بشكل مناسب في روايه، لانه انا معايا روايه للصديقه اسماء كريم جميله وسرد ممتع وكتابه يعني صحيحه وحقيقيه ومناسبه جدا لانها فعلا روائيه، لو كانت بعض المقاطع دي طعمت او كتبت بشكل جيد ومناسب في وسط الروايه ربما كنا حصلنا على منجز حقيقي. يمكن احنا النهارده كتير نقول احنا خد توفيق ناخد مقطع من روايته وننشره، فلانه حكمه متضمنه حكمه او واضحه انسانيه او واضحه شاعريه. فلو جابته بشكل صح هي لانها كاتبه كانت ناجحه جدا في النوع ده من الكتابه الادبيه وهي روايه، فهي بس محتاجه يعني صديق امين صديق شاعر او ناقد او يعني حد تعرض عليه منجزها فيساعدها توظف المنتج الادبي اللي عندها بشكل صحيح في كتابه، في الاخر تفضل طول الوقت فخوره بالكتابه السعيده دي. طبعا يعني تهنئه وردت والكتابه والخواطر الجميله، كلنا بنلاقي نفسنا في الخواطر دي وكلنا كلنا بننتظر نلاقي واضحه تعبر عن احساسنا الشاعري. فاسماء ناجحه انها تعبر بشكل انساني وشاعري ولطيف جدا وفي سبع بيتناسب مع يعني من ثقافه الفيسبوك، واحنا عارفين انها مش الناس المتخصصه او الناس الكلاس ايه اسماء تخاطب الناس العاديه والزملاء والابناء والاصدقاء، فدي ميزه تحسب فيها. ولكن طالما الكتاب خرج في شكل منتج زي ده فهيقع فيه ناقد ومتخصص وشاعر وحد هيسألك، فهو ده اللي احنا بنقول عليه. بعد كام سنة المفروض كان تبقى في ايدك في مرحلة المنتج الأدبي، فهو ده الأهم. فطبعا يعني أنا بهني أسماء ومتأكدة إنه أستاذ ثروت وأستاذ أشرف قدموا لها كل الحاجات اللي كانت محتاجة ناقصاها. بس بجد نواة الأدب يا جماعة بدأ يغيب عنها نظام الورشة. نظام الورشة كان زمان من 10 سنين أول ما بدأت نوادي الأدب الورشة الأدبية، أنا كتبت كذا مسك القصيدة تتشرح وأنا قاعدة في اليوم ده وده يقول رأيك وتقول رأيها وكل الأدباء والأصدقاء، فأبدأ أبص للقصيدة بعد ما أروح أو للكتابة من منظور تاني، منظور لما أعرضها على الناس هيبقى ردود الأفعال إيه.
فتغير وجهه النظر وعلاقته بالكتابه، وسنه سنه تتطور وتتحسن على ما يخرج المنتج كله في شكله النهائي يفضل طول الوقت راضي عن الكتابه دي في المرحله دي. فلا ما عادش او تغير بالنسبه كبيره على نوادي الادب، يا ريت ننجح ان احنا نرجعه تاني، لانه هيكون له تاثير حقيقي على منتج معظمنا في الاخراج او في الكتابه النهائيه اللي هي موضوعه. وطبعا يعني ورقه التهنئه وورقه الشعور بالفخر انه وسط مجموعه يعني متنوره ومهتمه للثقافه، سواء على كل المستويات العمريه بقى، واساتذه عظام وزميله عزيزه وشاعره وازمه وروائيه جميله، اعتقد ان الوسط الادبي يكسبها. واتمنى يا اسماء يكون تاني تأنيس انصفتك، بس صدقا انا سعيده بك على مستوى الانساني وعلى مستوى الادبي كروائيه صديقه. اعتقد ان الخطوه الجايه تكون اهم واجمل، انت نفسك هتبقي ولا انا عندي مراحل في حياتي يمكن تقدمت بيها قبل ما افهم بعض الحاجات، فحاسه بالفجوه يعني. فعشان كده بقول لكل حد هو مش عيب طبعا، المرحله دي خاصه بالبدايات، المرحله دي خاصه بالغرب، المرحله دي خاصه بالنسبه لهم الاستاذيه يعني. صار وسيم لما بتتكلم النهارده، لان وصل لمرحله الاستاذيه اشرف ابو ليل عارف بيقول ايه يعني، نضجت الخبره فده عادي، كلنا بنمر بالمراحل دي، ما حدش بيولد العظيم يعني او الكاتب. فاحنا سعداء بيك بتهنئه كبيره وشكر عظيم، واتمنى اكون يعني ما اخترتش عليكي، وسعيده بوجودك معاكي.